اليوم الاربعاء كنا موتين نوقفوا كل الاربعاء مع عائلتي الكوفيد، انا ممثل تاعهم، انا حسن فرحادي، انا انسان تنشا وجماعه تاعو اللي راهم في الحبس يدمونتاو حقوقهم ولا هو راهو في الحبس. انا كممثل عائلتي الكوفيد نسالو باسكو خدمت معاه خنشا وعلى بالي واش يسوى والمناضلين تاعو حنا ناظر سلميا نوقفوا معاه اليوم وغدوه. عثمان عوانك أنا خلش أنا عارفه مليح وصحيح ويناضل دائما سلميا ما يخرب ما يكسر. هذه القضايا هذو ما قاعة بوليتيك ومدى خلاطه هما اللي يديروه ماشي الميليطا ماشي المناضلين. خلش نسمح ولا كوندوناسيون هذه حبس نابت حقرة رانا معاك خلش اليوم وغدوة.